هذه احتجاجا على السياسه اللي نجاتها الشركه ديال الاماندي الذكيه المسؤولين في المدينه انها تقطع الماء للساكنه بدون سابق انذار وبدون احترام للقوانين المنظمه لذلك. وبالتالي احنا واقفين هنا تفاعلا وتضامنا مع الساكنه ديال مدينه تطوان على الضرر اللي لحقا من هذا القطع ديال الماء الشاطئ. هذه وقفه انذاريه فقط، غتبعها اشكال احتجاجيه اخرى غنعلنوا عليها عقب هذه الوقفه هذه. اللي كتنظم ساكنة تطوان اليوم حول قطع الماء هو كيجي نتيجة التبديل اللي وقع في المخزون ديال المياه في مدينة تطوان خلال فترة الصيف، والسقي العشوائي للمناطق القضاء اللي تدور منه الساكنة. مؤخرا أقدمت شركة أماندس المكلفة بتوزيع الماء على قطع المياه عن مجموعة من الأحياء بمدينة تطوان، وهذا القرار هذا اللي كتدخل فيه واحد مجموعه من المصالح وكتحمل المسؤوليه ديالو، وكاله التحوط المائي يوكوس، المكتب الوطني للماء، وشركه اماندوس ايضا مسؤوليه عامله في تطوان، خصوصا ان المنطقه فصل والجمع الحضري بين مدينه تطوان كذلك، خصوصا ان فصل الصيف عرف واحد التبديل فظيع للمخزون ديال المياه، والان مدينه تطوان اللي كانت معروفه تاريخيا بكثره المياه الان صبحت كتعاني واحد النقص حاد، وهذا اللي خلى ان المواطنين يخرجوا اليوم للاحتجاج ضد هذا القرار. هادشي ماشي معقول، تطوان مسؤول، هادشي ماشي معقول.